البيبي اللي ملاوي كلهم يا لهوي. لا ابي كلب دندني كلب على السلم لدني مش بالريبي ريبي دندي دني عمال يقول له امشي 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 دني في دني دني اه عمل ايه عمل الشي اضربه للشبشب قلب ضرب الكلب بالشبشب لا امال انت بتقولي ايه في تبو فيش لا طيب السلام عليكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بالف خير الساعه تقريبا داخله على 3 وهم هنا قاعدين بطنهم بتكركر وانا ما كنتش هعمل اكل النهارده فقالوا جعانين 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 طول ما فيك بابا لسه في البيت مش هشيل هم ابدا اليوم هنعمل جمبري كبل ولوز جمبري ولوز مشيت يا ماما حسن مشي هنعمل النهارده جمبري بس هعمل مشوي مش مقلي وهعمل كمان بطارخ عندي بطارخ بوري كنت جايبه كده شويه اسماك من عند اسماك السويس تقريبا بقى لهم اسبوعين ثلاثه فهعمل النهارده جمبري والبطارخ البوري من عندهم هجربهم النهارده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض ونشوف لبا بقى مع الكلاب عايزين الاكل عشان نعمله بتحدي محمد وحسن يا جماعه التحدي اللي بيعملوه بيحطوا وجبه العشاء بتاعتهم او وجبه الغداء ما بيحطوش كميات زي التحديات بتاعت الكميات 20 فرخه و20 بطه احنا ما نقدرش نعمل حاجه زي كده عشان خاطر احنا بنستحرم حاجه زي كده هما بيدخلوا بيسالوا بعض اسئله او يعاقبوا بعض بحاجه فبيعمل يعني ما بيعملوش حاجه مخله تمام وفي الاول وفي الاخر كل واحد حر انا لغايه النهارده ضد تحديات كميات الاكل الكبيره انا بستحرم عشان في ناس قاعده بتشتهي الحاجه احنا عاملين اكل عادي اكل البيت العادي بنعمل منه اللي هو الاكل العادي سندوتش طبق الطاقه بتاعت البني ادم ماشي بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه الجمبري انا كنت بحط الخله هنا وشلت السلسله بتاعت ظهره وقصيت رجوله وشنباته بص بقى الجمبو قد ايه الواحده قد الكف ايوه كده بالصلاه على النبي ده كنت بعته جايباه من اسماك السويس عايز اقول لكم حاجتهم فظيعه وجميله ده بقى انا مشتريه ايه نحطها هنا كده بصوا استنى شدي لسه ساقعه لسه مطلعه من الفريزر ادي الشوكولا اللي بتاعته اهي شلتها وبعد كده هغسلهم غسله حلوه لا 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 يا ماما نعم يا روح ماما بص اللي جوه كده والشنبات عشان شكلها ميبقاش حلو واحنا عاملينه في ثانيه كده الخله كده على طول او بسكينه رفيعه دي لسه فيها تلج مش عارف اشيلها ف اهي برضه شايفين خلص بقى كله ونضفهم كده بطريقه حلوه وبعد كده نشوف البطارخ البطارخ كسب الطبق بتاعها اهو نقول بسم الله ادي البطارخ اهي دي بطارخ بوري برضه جايباها من عندهم بشيل بس الحته بتاعت السمك البوري دي وبشيل كده حاجه كده حاجه كده ودع احزانك عايزه واحده ده مش موز لا مش موز اللي موز اشطف الكميه كلها بقى بس هو مجمد هحاول اطلع اللي اتفك منه واعمله عايز تيجي معايا اطلع بقى اللي اتفك منه العطروف دي كلها فاكك واسكت الندابه دي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ادي كده الجمبري البطارخ وادي الجمبري تمام انا هستعمل لهم النهارده خلطه توابل لسبب بتاعه المأكولات البحريه المشويه ان انا مش هقلي النهارده هعملهم الاثنين على الجريل كده بطريقه سهله وحلوه قوي بيقول لك ايه يا سيدي هنضيف كيس واحد من خلطه التوابل لسري اللي هو الكيس ده حلو مع ربع كوب ماء وفصين توم ومعلقه كبيره خل وربع كوب زيت نجيب الميه الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه قلناها يضاف في اناء عميق واحد من خلطه التوابل الرسبي
تمام. واحد دي ميه، ميه ساقعه اهي، مش دافيه ولا حاجه. ادي الطبق نحط فيه توم اهو، نضيف كيس واحد من خلطة التوابل لسه دي. انا عايز امشي معاكم خطوه خطوه عشان ما تتلخبطوش. مع التوم حلو حلو كده تمام. ونضيف فص توم واتنين معلقه كبيره خل. طبعا بما ان الجمبري كيلو والبطارخ كيلو، فانا هضيف لكل واحده كيسين، لان الكيس بياخد نص كيلو. حلو كده، يبقى احنا كده ضفنا التوم والتوابل الليسبي ومعلقتين خل. حلو قوي كده. ونضيف ربع كوبايه زيت. ايوه، يبقى نزيد ربع كوبايه زيت اهو. بس كده، وقلبهم بقى كلهم في قلب بعض. الميه الميه يا ولاد، بسم الله. بس كده ادي تقليبه حلوه كده اهي، تقليبه حلوه كده اهي. ادي البطارخ، بسم الله. الله عليك، الله على الريحه. نسيب بقى فيها البتاع ده شويه، بس مش هنطول عليه. نعمل بقى الجمبري كمان بالمره، نفس الخطوات دي بالظبط، نفسها بالظبط اهو، كل حاجه نفس الخطوات بالظبط هنعملها. كده التتبيله جاهزه معانا، كده هنشوي على طول دلوقتي اهي. يلا بقى ايه على الجريل. اعذرونا بقى، احنا الساعه تقريبا، احنا الفجر هيأذن اهو، فبناكل الحاجات دي الفجر مش عارفه ازاي. طول ما لسه في البيت عندنا مش هينفع، طول ما انتوا عندنا مش هينفع. انا مش عارفه اعمل فيكم ايه، شفتي كريسه بنتو. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، اقسم بالله اقسم بالله. اول ما نزلت الحاجه فظيعه 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 اهي، فظيعه جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله اهو. كل واحد بقى على الجريل كده على الجنب ده دقيقتين دقيقتين وخلاص. والبطارخ نفس الكلام برضو. وخلاص يا ولاد، اسرع توابل واحسن حاجه واسرع حاجه الواحد بيعملها. الله عليك الله عليك يا حبيب والديك اهو. الله الله عليك يا عم بخ. عايزه اقول لكم الريحه قلبه الدنيا. بصوا في ثواني اهو الجمبري كده استوى. الجمبري اصلا ما بياخدش وقت علشان ما يشدش اهو، في ثانيه في ثانيه يا ولاد. الله الله عليك يا فنان، الله عليك يا فنان اهو. خلص بقى كميه الجمبري كله، وبعد كده نشوف اللي بعده. حلو قوي قوي بجد، الريحه فظيعه. عايزه اقول لكم اقعد اقول فيها شعر مش هتصدقوني، بس فعلا تستاهل ان اقول فيها شعر، ان الريحه فظيعه بجد. الله 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 الله. يلا بقى نسوي الايه، البطارخ. عاوزه اقول لكم الجمبري بالظبط خد 4 دقايق بالظبط. ادي البطارخ اهي، بسم الله ما شاء الله. البطارخ كمان ما بتاخدش وقت. الله الله على ريحتك يا بطارخ. البوري دي اصلا، البطارخ البوري دي فظيعه وليها مواسم اصلا. الله 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 الله. بصوا بقى جمال البطارخ، جمال البطارخ وحلاوتها ولا ريحتها. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. الله عليك يا عم بخر، الله عليك. اديني القضيه في الحته الفاضيه. يابا مش قادره اقول لكم على جمال البطارخ، خرابي يا ناس. عايزه حته ما تكونش سخنه، دي سخنه قوي دي. الله بسم الله. يا لهوي يا لهوي على الجمال. الله. عايزه اقول لكم انا خلصت خلصت، مش قادره مش قادره اقول لكم على جماله وحلاوته
الله عليك اني ما اكلتش، خباها هنا. حلوة قوي وسخني بس شوية، والخلطة مديها طعم كده، حاجة كده ألاجة بجد. جربوا يا جماعة، عضمانتي بجد هيعجبكوا جدا جدا جدا. لازم يا جماعة، لازم لازم تسمعوا الكلام وتجربوا ريسبي في كل حاجة. أنا بيتي ما كل التوابل اللي عندي وكل حاجة ريسبي بجد فظيعة فظيعة فظيعة. يعني الطبقين دول اللي كده طبق والتاني اهو، بصوا حاجة كده ألاجة فخر من الآخر. جربوهم ويعجبوكوا بقى في السمك وفي كل حاجة. الجمبري، جمبري بقى سمك، عندهم مقليات ومشويات وكل حاجة. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة وسفرة جديدة، واحط لكم في صندوق الوصف كل عناوين ريسبي وارقام تليفوناتهم، وهحط لكم كمان اللينك بتاع الموقع بتاعهم عشان تشتري منه الكشك اونلاين. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.